السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم الذي يصل إليكم عبر شاشة رافدين. نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نبدأ إذن مشاهدين من ملفنا الأول، وهو الحديث عن تصاعد المواجهات بين جيش الاحتلال الصهيوني وحزب الله في لبنان، ولا سيما بعد اغتيال زعيم الحزب وقادته، حيث لا زالت إيران توهم مواليها ومن يؤمن بها بأنها ستثأر وترد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي عقده إن إيران لن ترسل أي مقاتلين إلى لبنان أو إلى غزة لمواجهة إسرائيل. وأعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عدم قيام بلاده بالرد على عمليات الاغتيال والهجمات التي تشنها إسرائيل على إيران وحلفائها في المنطقة، وآخرها بطبيعة الحال اغتيال حسن نصر الله بأنها صبر لحكمة تحتمها أوضاع المنطقة. إلا أن الحقيقة في عدم الرد هو توريط دول المنطقة في صراعات تؤدي إلى تدميرها وتمرير المشروع الإيراني على حساب تلك الدول. فمن بين أكثر مقاطع الفيديو تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية منذ اغتيال حسن نصر الله جانب من تصريح قائد القوة الجوية الإيراني أمير علي حاجي زادة، وهو يتحدث عن أسباب عدم الرد الإيراني على الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها البلاد. وفي الجلسة يتحدث زادة إلى عدد من الضيوف ويقول: كان بإمكاننا أن نضرب جميع قواعد الأمريكان في المنطقة ونقتل كثيرا منهم، لكنهم سيهاجموننا ويقتلون منا 20,000 مدني وعسكري. وذلك يعني أن ترجع البلاد 20 سنة إلى الوراء، وهذا ما لا نريده، أي أن إيران تخشى أن تعود 20 عاما إلى الوراء، لكنها في الوقت ذاته لا تكترث بأن تعود اليمن ولبنان وسوريا والعراق إلى القرون الوسطى بحسب آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على هذا الفيديو بأن إيران لا يهمها وليست معنية سوى بتحقيق أهدافها في إغراق المنطقة في الفوضى والإرهاب. فلنشاهد معا هذا الفيديو لقائد القوات الإيرانية. ما میتوانستیم چند تا راه مقابله معلوم بکنیم. یکی این که وارد جنگ شروع کنیم، یک جنگ تمام عیار راه بندازیم. این که مثلا بیایم شروع بکنیم پایگاه های اینا رو بدون چیز بزنیم، اونا هم درگیری شروع بشه، بالاخره زد و خورد سنگینی و حالا مثلا فرض بکنید که یه جنگی حالا بگیم یک ماهه. این منطقی بود؟ یعنی ما به نتیجه میرسیدیم؟ خب بالاخره درگیر میشدیم، یه سری از اونا کشته میگرفتیم، اونا هم میومدن مثلا یه 10,000 نفر 15,000 نفر هم از ما مردم عادی و نظامی کشته میدادیم، یه کشور هم یه آسیبی میدیدی بالاخره در 15 سال 20 سال عقب میدید. این خب منطق نداره، بالاخره مسئولی موقعی که میشنن دور هم، این نتیجه خوبی نیست. إذن هذا ما قاله القائد الإيراني. كيف علق العراقيون والعرب عموما على هذا الموضوع، خاصة أن إيران تعتبر الحليف الأبرز للميليشيات في المنطقة؟ فهد عبد الكريم المسمار غرد قائلا طبعا عبر منصة إكس: إيران تخشى أن ترجع للوراء 20 عاما لو حاربت إسرائيل، إنما 4 دول عربية تتأخر 50 عاما ما في مشكلة. هل فهمتم أيها الذيول ماذا فعلت بكم إيران؟ وطني كل همي المسعودي على ما أعتقد علق قائلا أو غرد قائلا: إن كل همهم وهدفهم هو قتل العرب والمسلمين وتدمير البلدان العربية وتحويلها إلى بؤرة صراع ونهب ثرواتها باتفاق وتنسيق مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، يعملون كل ذلك بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، تضليل وخداع من لم يعرفهم.
ولم يعملوا شيئا لفلسطين إلا المزيد من المؤامرات. أبو الوليد قال: هذه هي حقيقة إيران، اليوم تنكشف للعالم، ولكم أول ولكم يا من يتبعون إيران ويجد فيها الأمان والقوة، فقد باعتكم وداست عليكم وجعلتكم فريسة للأعداء. محمد الفلاج غرد قائلا: لدي إيمان وثقة بالله أن ما حصل لفلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن خير بإذن الله، حتى يكشف لهم حقيقة إيران وما تسببت به لتلك الدول. هذه هي النتيجة، إيران تدفع بتلك الدول وشعوبها، وهي لا تستطيع حتى أن تحمي نفسها من إسرائيل، ولن تجازف من أجل أي عربي مهما كان الثمن. إبراهيم غرد قائلا: هو ده التعريف الحرفي للجبن اللي يضحكوا على عقول الناس بيه وبيقولوا عليه الصبر الاستراتيجي. بيلل يقول: المؤشرات الراهنة توحي بأن إيران قد تتخلى عن أذرعها في المنطقة مقابل عدم مهاجمتها من طرف الكيان، وبالتالي لا يستبعد توقيع معاهدة سلام أو حتى تحالف استراتيجي بين الطرفين. هذا لا يتنافى أبدا مع ما أخبرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام عن خروج الدجال متبوع بسبعين ألفا من يهودي أصفهان. إذن هذه كانت التغريدات على هذا الموضوع، ونذهب إلى أبو علي، اتصال هاتفي. حياكم الله أخوي أبو علي. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي، هل تنتظر مع المنتظرين رد إيران على تجاوزات الكيان الصهيوني؟ أبدا أبدا، إيران لم تحارب ولن تقاتل إسرائيل. نحن قلنا مرارا وتكرارا لهؤلاء العملاء الخونة اللي بما يسمون نفسهم عرب، قلنا لهم: أخي أنتوا لا تصيرون حطب إلى إيران، لا تصيرون أدوات ومعول تهدمون الدول العربية وتهدمون دولكم وتقتلون شعبكم. إيران تتخلى عنكم كما تخلت على فلسطين وعلى هو منو قتل شو اسمه هذا إسماعيل هنية. إيران الآن تخلت عن حزب الله وقتلت حسن نصر الله، وسوف تقتل الميليشيات كلها إن شاء الله. يلا وين التعاب أخي؟ ليش وقت طبعا الآن المصيبة قاعدين فواتح، يعني قاعدين فواتح في الحسينيات وفي المواكب إلى واحد مجرم إرهابي. إيران صرح وزير الخارجية الإيرانية قال: إحنا ما نحارب ولا نقاتل إيران بجيشنا الإيراني، ما نقاتل إيران، ما نقاتل إسرائيل بجيشنا الإيراني. أخي إحنا عندنا وكلاء هم اللي يشتغلون، يعني أنا لو بدال إيران هم سووا نفس الشيء. إذا أكو عبيد وقطيع وعملاء خونة، أنا ليش أضحي بأولادي مثلا؟ ها ليش أضحي أخي؟ يعني نعم. إيران، لربما هناك قائل يقول أن إيران بتخليها عن نصرة حلفائها على الأقل سحبت الذراع من تحت أقدامهم، أو سحبت البساط من تحت أقدامهم بعلة وجودهم أساسا، أنهم موجودون على أساس أن يحاربوا هذا الكيان وفق زعمهم، والآن لا حياة لمن تنادي. أخي الكريم، إيران ما تحارب إسرائيل ولا تحارب أمريكا، إيران أصلاً هم العملاء المدللين لإسرائيل. الآن صرحوا إيران صرحت الآن: سوف نقصف إسرائيل ليلاً اليوم، يعني اليوم. حتى لو يريدون يقصفون راح يصير عملية اتفاقية ساعة بيش نضرب وكم صاروخ عندنا وكم طيارة. هو اللي بيقصف بيحكي أبو علي، اللي يريد يقصف يحدد الموعد، يعني واحد يقول له انا راح اجيك اضربك بفلان ساعه. اخي مسرحيه. انا اقول دول اللي يسمون نفسهم عرب، اللي كان بسوريا واللي كان بالعراق واللي باليمن واللي بلبنان، انتوا شو وقت تعقلون عمي؟ شو وقت تفهمون؟ والله انا اول امس اجاني اتصال من احد عشائر النجف الجنوب، قال: ابو علي بما انه صوتك مسموع وفيديوهاتك ما شاء الله،
انصح الشباب، انصح الشباب أخي لا تنجروا لهذه الحرب اللي لا أن ناق بها ولا جمل. الآن جاي يحشدون الشباب، جاي يحشدون الشباب، جاي يأخذوهم إلى سوريا. طيب الشباب بعمر الزهور. نعم، برأيك يعني ما هو سبب سهولة استدراج هؤلاء الشباب وراء مزاعم إيران؟ ويعني الكثير من هؤلاء الشباب يعلمون أن إيران يعني جمهورية صوت ليس أكثر، وإنما يتبعونها. شنو السبب برأيك؟ هل هو غياب البديل، غياب المشروع الوطني؟ ما هو السبب برأيك؟ أخي الكريم، يضحكون عليهم بالعقيدة، بالدين. يا لثارات الحسين ويا لثارات علي. أدري علي والحسين شو له علاقة بإسرائيل؟ أنا أردفتين. يضحكون عليهم باسم الدين أخي. زين، ذولا مع الأسف المرجعيات اللي بالعراق مما يسمى بالنجف وكربلة، أنتوا ليش ما تنصحون الشباب ولو هم ذن المرجعيات تابعة إلى إيران؟ كلها عجم وأفغان وهنود وباكستان. أنا أقول ذول الشباب الورود، يا عمي يا شباب لا تنجروا، لا تصيرون حطب إلى إيران، لا تصيرون أدوات معول. الآن جاي يأخذوهم إلى جولان السورية، الآن جاي يحشدون الشباب. يعني تصور أخي الكريم، في لندن أنا جتني معلومة أمس، في لندن جاي يحشدون الشباب. ها الحشد جاي يحشد الشباب وراح يأخذوهم إلى العراق، ومن العراق راح يدخلون إلى سوريا، وهناك راح يصير المقبرة مالتهم والمحرقة مالتهم. أنا ما أعرف أنتوا يعني ما أعرف أنتوا شنو جاي تفكرون، أنتوا جاي تفكرون. طيب شكرا جزيلا لك أبو علي، شكرا جزيلا لك. إذن إلى العراق، البلد الذي يعاني من ويلات التدخلات الإيرانية والأحزاب الموالية لإيران التي تتحكم به وبمقدراته، حيث انتقد أحد الناشطين من مدينة النجف حال المدينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها وانعدام الخدمات فيها وانتشار النفايات، وقال متهكما على الأوضاع: إن الحرب في لبنان لكن الفوضى وجدناها في مدننا، وكأن الحرب في العراق. فلنشاهد معا ماذا قال هذا الناشط. لبنان الوادي مقاعدة للفجر، التابع منا إسرائيل ومنا حزب الله، وقتال. صبحنا الصبح نمنا لنا ساعتين، النجف مو يم القضية، لا كهرباء لا ماي، النفايات متروسة، الشوارع الازدحامات بين كوفة نجف وباقي الأقضية والنواحي مسدودة الطريق، كأنه محافظة مو هي، كل شيء ماكو، لا كهرباء لا ماء، النفايات، الوضع، عرصات البلدية راحن، عرصات الصد الأول راحن، عرصات العمار راحن، التربويين أساميهم راحن. تعال فهمني يا يوسف، قلنا وشنو سويته؟ راح يصير لك سنة ما تقولي شنو سويته، لا كهرباء لا ماء لا وضع لا عمار، مشاريع من زمن دكتور ماجد متوقفة، كلها متوقفة، مشاريع جديدة ماكو، فلوس وميزانية موجودة، ليش ما تطلق المشاريع؟ ليش ما تشتغلون؟ ليش المشاريع القديمة كلها متوقفة بدون رقابة؟ فرحانين، صلوات جانا يوسف قناوي، صلوات الشباب عالسكة النجف، مشت يا سكة دخيل بختك يا سيد، يا سكة، لا كهرباء لا ماء، النفايات، الوضع، الوادي من هجمت بيوتها. إذن ومن الفوضى وسوريا الإدارة وتنظيم المشاريع، مشروع مد الكابل الضوئي في الحي العسكري بقضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، حيث اشتكى مواطنون من إغلاق الطرق الفرعية في الحي بعد حفر الشوارع لمد الكابل وتركها دون إكمال المشروع وإعادة ترميم الشوارع المحفورة، مما يعكس الفوضى والفساد وغياب المراقبة في تنفيذ المشاريع الخدمية. فلنشاهد معا. مشروع الكيبل الجديد اللي هو بالحي العسكري، زين انت من حفرت اليوم الجمعة وحفرت الشارع، هذا الحفر زين اكو شارع خدمي منه،
أرض زراعية وخدمية من أنا وناس موجودين، واحد صار عنده حالة طارئة، مريض، ولادي، زين شلون راح يطلع من هذا الشارع؟ ما فكرت، ما أدري، زين إحنا عراقيين نبقى على هذا الشغل، تشتغل لي 5 دقائق 10 دقائق أحفر لي فد 30 متر 40 متر وخليه وأروح محلات وقف أرزاقها، مدرسة طلاب ما يقدرون يعبرون، شنو الوضع؟ إذن كيف تفاعل العراقيون مع هذا الموضوع؟ مع المشاريع الخدمية أبو علي قال خوش استقلال لوضع العالم انشغلت بالأحداث الجارية مما سبب عيد للفاسدين. علي شهيد الشبلي قال تحكي صدق، واحد تابع للتيار تريده يساوي شيء ويشتغل، ذول شغلهم الأحزاب، هم المفروض يقال هذا المحافظ وبأسرع وقت. بدر أبو آيات اختصاص خمط واختصاص تزوير وأكل الحرام لا بارك الله بهم. نصر العزاوي قال فلوس محافظة راح يسرقوها، بحجة الدم للبنان أو بحجة دعم للبنان، لأنه يقول لك لازم نوقف وياهم مشاريع نأجلها للسنة الجاية. ياسر الخفاجي قال الإدارة المحلية بالمحافظة إدارة فيسبوكية. أمير النايلي القرعاوي قال إيه والله خالي كهرباء صار له 4 ساعات مقطوعة ناحية العباسية، الوضع تعبان من نجف، المرشحين من هسة يفترون الانتخابات ما شاء الله. إذن هذه كانت التعليقات على هذا الموضوع، ونذهب بهذا إلى ملفنا الثالث لهذه الليلة مع فساد المشاريع الخدمية أيضا، وهذه المرة فساد مشاريع إكساء الشوارع بمادة الإسفلت وتبليطها، حيث تعاني أغلب مدن العراق من عدم وجود شوارع معبدة صالحة لسير المركبات. ومع قدوم مشاريع التبليط والإكساء، إلا أنها كحال باقي المشاريع في العراق لا تخلو من الفساد والسرقة وغياب الرقابة. هذا الفيديو لتبليط الشوارع، إذن مشاهدينا لتبليط شوارع إحدى مناطق بغداد، إلا أن الكارثة تكمن في أن عملية الإكساء تجري على أرض رخوة لم يتم حذلها بشكل جيد، فلنتابع. حاجة هاي ترند اليوم، إذن هذه عينة عن هذه المشاريع. وإلى جنوب العراق ومن قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، حيث رصد مواطن عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فساد أحد مشاريع التبليط في القضاء، واستنكر غياب الدور الرقابي لمجلس المحافظة والمجلس البلدي على مثل هكذا مشاريع تصرف عليها المليارات وبعد ذلك تتعرض للتكسير والحفر بسبب سوء التنفيذ والفساد، فلنشاهد معا. هذا محدود، باوع لي، هذا محدود، شوف هذا تعال باوع لي، نعم هاي بيدي، شوف هذا محدود، اشوف هذا كله بزازت عليه هدل، صور لي هذا، صور لي هذا الا شغل كلاوات وكلاوات كفيله كل سنين كله مروض، ها ومن محافظة ذي قار أيضا رصد مواطن قيام إحدى شركات المقاولات بتبليط وإكساء أحد الشوارع على أرض رخوة لم يتم بسطها وحبلها، مما يعكس صورة الفساد في المشاريع الخدمية التي تتبجح بها حكومة الإطار التنسيقي، فلنتابع معا.
إذن مشاهدينا، كيف تفاعل العراقيون والمغردون والمعلقون على هذا الموضوع؟ فلنتابع معا. أبو ناجي قال: الله لا يوفقكم، صار البوق والنهب بعينك، عينك، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يا الحرامية. طبعا يتكلم مع المسؤولين والحكومة. أنور بصراوي قال: نطالب بإقالة مقام شط العرب والعمل في هذا القضاء كله فاشل، تبليط ولا توجد أي خدمات، وموعد المدارس اقترب، ماذا فعل في السنوات السابقة؟ عباس البصراوي قال: عمي هذا المقاول منطي المالات وساد حلوق ومسيطر، هو لو يخاف ما اشتغل هيك شغل، كان قال وراي رقابة تحاسبني، بس هو مسيطر، والأخ اللي يحفر خلي يروح يغسل يديه ويروح لبيتهم. مرتضى العسكري قال: حكومة الإطار شنو دورها؟ تاكل وتنام، مجلس محافظة كل دور ماله، لا هو ولا محافظ ذابته، أو يعني المحافظ صامت. طبعا اللهجة العراقية هي من أجمل اللهجات على نطاق العالم، ولكن لا أتقنها حق الإتقان. حسين المهدي قال: هو هذا حكم الإطار، لا ذمة ولا ضمير، كل واحد يوقف وياهم، هو مسؤول أمام الله عن فسادهم. حيدر العيساوي: العيساوي كارثة والله، وإلى الله المشتكى، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد. هذه كانت التعليقات من المغردين ومن المعلقين العراقيين حول هذا الموضوع، موضوع فساد الإكساء في الشوارع في العراق. إذن بينما تزعم أمانة بغداد أيضا بإطلاق حملات التشجير، كما وردت رسائل، أو كما تشير رسائل SMS وردت لجوالات العراقيين، إلا أنهم يستمرون بقطع الأشجار في المساحات الخضراء المتبقية في بغداد. وبالوقت الذي أكد فيه المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن العراق يخسر 100,000 دونم سنويا بسبب التغيرات المناخية والتصحر والجفاف، محذرا من أن الغطاء النباتي أكمله أو بأكمله مهدد بالخطر. ووثق أحد الناشطين زيارته لإحدى دول الجوار وهو يتحدث بألم عن واقع التشجير في البلاد، حيث إن كل البلدان تهتم بالمساحات الخضراء ومحاربة التصحر من خلال تشجير الشوارع، إلا العراق خصوصا البصرة ذات الأجواء اللاهبة، حيث إن المسؤولين لا يحسنون سوى قطع الأشجار ووضع المقرنصات، وحتى إذا تم إنشاء حديقة فإنه يتم صرف أموال طائلة، بالمقابل تترك دون عناية حتى تتيبس الأشجار وتموت فيها. فلنتابع هذا الفيديو الذي يوضح ما ذكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا متابعيني الأعزاء، حبينا نشوفكم هذه المناظر الجميلة، الشوارع المشجرة اللي نفتقدها حقيقة ونحلم بها في محافظة البصرة. ما أعرف يعني اليوم محافظة البصرة الغنية بكل شيء، ما أعرف اليوم المسؤولين شلون يفكرون انه ملتهين بس بالمقرنص وملتهين، ما اعرف يعني والله. تتألم لما ما تطلع وتسافر وتشوف الدول المجاورة وين وصلت، واحنا باقين الى متى؟ المليارات والتريليونات تصرف بلا فائدة. يعني حديقة اليوم في محافظة البصرة او جزرة وسطية تكلف 40 مليار، ويخلون بها نخل من هذا النخل اللي حقيقة غير مثمر، والثيل ممكن انه كله يبس ويموت، في حين انه شوف اليوم هذه ايران مجاورة للعراق، رغم الحصار ورغم اليوم الضائقة المالية اللي تعاني منها على مدى 40 عام، لكن مهتمة بالتشجير ومهتمة بالطبيعة ومهتمة بالبيئة، واحنا اليوم الامراض السرطانيه والبيئيه تفتك في محافظه البصره، واذا اكو تشجير قديم يقلعونه ويخلونه مكانه مقرنص.
إذن نبقى في ذات السياق، ولكن هذه المرة من محافظة النجف، حيث سلط أحد الناشطين الضوء على ملف التشجير في الجزرات الوسطية، حيث إن المسؤولين استغلوا هذا الملف لتأطير الفساد بأشكال متعددة. فتشجير هذه المساحات لا يكلف الأموال الطائلة، كما أنها قادرة على توفير الظلال الكبيرة، تعمل على تحسين الأجواء عند ارتفاع درجات الحرارة. إلا أن المسؤولين يعمدون إلى نصب نخل مصنوع من الحديد في الأماكن التي يفترض أن تكون فيها أشجار خضراء، بل يتمادون إلى قطع أشجار قد تكون معمرة لسنوات طويلة لاستبدالها بهذا النخل المصنوع من الحديد. فلنشاهد. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لهم لا تزرعون بعد نخل على الجزرات الوسطية، لأن النخل تشتروها أنتم غالية وما نريد نكلفكم. زرعون أشجار ظلية سعرها بألفين دينار وتنطي جمالية للمدينة. فالحكومة خذوا قرار واستجابوا لمناشدتنا، زرعونا اليوم زرعونا سعف مال النخل حديد، سعف مال النخل حديد زرعوه على الجزرة الوسطية، وسووا بكل شوارع المدينة خلوا سعف مال النخل من حديد، وخلوا فراشات على الأعمدة مال الإنارة بحجة جمالية للمدينة. ولكم أنتم صدق تحجون كذب؟ ما تستحون على أنفسكم، جايبيننا هاي بمئات الملايين وما تشترون أشجار ظلية تنطي جمالية للمدينة وتعدل الجو وتعدل مزاج المواطن، وتخلونا سعف من حديد؟ هاي شنو هاي؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ والله قسما بذات الله تلعب 16 نفس. هاي مشتريها بمئات الملايين، خو اخلي شجره مكانها، شجره جيبوها كبيره ظليه سعرها، اذا كبيره سعرها ب 25 الف، احسن ما مشترين هاي بمئات الملايين. شنو تزرعون الجزرات الوسطيه نخل حديد وسعف مال النخل هم من حديد وتعوفون الاشجار؟ انتم ما تستحون. إذن كيف أيضا علق العراقيون على هذا الموضوع؟ فلنتابع معا. سجاد العبيدي قال: منتخوش حكيت وقلت سعره 2000 دينار، يعني إذا اشتروا 1000 شتلة ما يقدرون يبوقون به ب 1000 أو 100 ألف، بينما السعفة والفراشة يبوقون بالوحدة 200 ألف. أبو عبد الله الصباغ قال: ماكو بعد لا حبايب ولا خضراء، المستثمرين حتى شوارع سووا محلات، وين ماكو خضراء يركضون وراه بمساعدة البلدية. سنة جاسم قالت: هم جايين على تخريب العراق ومتقصدين يسووا صحراء. أبو مرتضى: للفساد في العراق فنون وطرق متعددة. أياد البحاثي الشمري قال: هذا جزء من دمار وتلوث البيئة في العراق، الكل يعرف أن الأشجار هي التي تعطي النقاء للبيئة وتعطي جمالية وتخفض الحرارة، متخلون حديد، احنا محتاجين تصحر. شنو؟ قحطان فاضل قال: أسلوب بائس ومخزي لنهب وسرقة المال العام مقابل تدمير البيئة وقتل الحياة وإزالة كل ما هو أخضر، لعنة الله على كل ظالم. إذن هذه كانت التعليقات حول هذا الموضوع مشاهدينا. إذن شهد العراق ولثمانية أشهر متواصلة من تشرين الأول 2019 معركة حقيقية بين قوى التغيير الشعبية والسلطة المتمثلة في الأحزاب، واجهتها حكومة عادل عبد المهدي ومن معها من أحزاب وميليشيات منضوية بالحشد الشعبي بالحديد والنار، ووضعت التظاهرات والحاشدة وقتها الجميع تحت الطوارئ جراء الاستنفار الشعبي العام، بعدما رفع المشاركون فيها وجلهم من فئة الشباب شعار التظاهر الشهير المكون من كلمتين: نريد وطنا، معبرا عن عنفوان الإرادة العراقية للأغلبية الصامتة التي وضعت صمتها جانبا لتشتبك مع عناوين السلطة وميليشياتها في بغداد والمحافظات.
ورافق هذا الحراك الذي مثل نقطة تحول للمزاج الشعبي الناقم على المشروع السياسي للاحتلال عمليات حرق القنصليات الإيرانية وتطويق مقار الأحزاب الموالية لطهران مع هجوم متكرر على بيوت رموز السلطة في مظاهر غير مسبوقة أدت إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي تحت الضغط الشعبي. وحدثت هذه التطورات الدراماتيكية بعد أن قامت السلطة بالتنكيل بالمتظاهرين وقتل أكثر من 1000 متظاهر وجرح نحو 30,000 آخرين بالرصاص الحي قبل التنصل من مسؤوليتها في القتل بلوم ما يسمى بالطرف الثالث من دون أن تكشف من هو. وكشفت تظاهرات ثورة تشرين تآمر السلطة وتواطؤها مع القتلة لا سيما الميليشيات التي جهزت غرفة عمليات في بغداد تحت إشراف قائد فيلق القدس الإيراني السابق حينها قاسم سليماني، إلى جانب كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عبد العزيز المحمدوي المشهور بلقب الخال الذي تولى فيما بعد منصب رئيس الأركان ونائب رئيس هيئة الحشد بعد مقتل المهندس وسليماني في غارة استهدفتهم أمريكية طبعا مطلع العام 2020. ومنذ 2019 شكلت الحكومات المتعاقبة العديدة من اللجان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سياق تظاهرات ثورة تشرين، لكن هذه اللجان أخفقت في الكشف عن الحقيقة أو تحقيق العدالة كما تؤكد منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان. إذن مشاهدينا المزيد من التفاصيل حول ثورة تشرين في ذكرها الخامسة في سياق الانفوجرافيك التالي الذي أعده لنا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين فلنتابع معا. تدعوكم عوائل شهداءكم وجرحاكم ومؤيديكم وكل حسب مشاربه إلى الحضور في ساحة التحرير يوم 1/10/2024 للمشاركة في إيصال صوت الحق وهو صوت شعبه. إذن مشاهدينا في هذا الموضوع ذكرى ثورة تشرين، وفي ذات السياق تصدر واسم ثورة تشرين منصة إكس في ذكرى الثورة الخامسة ضد النظام المحاصصة الطائفي في العراق. فلنستعرض معا جانبا من هذه التغريدات. أبو فيصل غرد قائلا: كم تؤلمني كلمة تمر علينا ذكرى في القرن الماضي، أجدادنا يتفاخرون بثورة العشرين ولم تمت بقلوبنا خالدة إلى الأبد، لم يذكروها بصيغة الماضي دائما يذكروها بصيغة الحاضر. أتمنى منا يا أخوان إن لم نقتل ثورة تشرين
العظيمة ونجعلها نبراس للحرية وتخلص من العبودية. يتمنى منا أن لا نقتل هذه الثورة. طبعا هاشتاج ثورة تشري. كريمة التميمي يقول: تاجروا بها وخسروا كل شيء لكنها تبقى خالدة في قلوبنا، تشرين العظيمة. هاشتاج ثورة وطنية شبابية عراقية بكل المقاييس. هاشتاج ثورة تشرين خالدة، رحم الله شهداء العراق. سلاما على تشرين، سلاما على شهداء تشرين، سلاما على كل عراقي وطني أحب تشرين، سلاما على ثوار تشرين، سلاما على وطن نزلوا من أجله وقالوا نريد وطن. عزيز الجبوري قال في الأول من شهر تشرين الأول 2019 في ذكرى احتجاجات تشرين: سيبقى هذا اليوم لحظة فارقة في تاريخ العراق الحديث، ومرحلة تعرى فيها الفاسدون وانكشف المجرمون وتحدد فيها الوطنيون من المنافقين والمتسلقين وأصحاب الدكاكين، رحم الله الشهداء وتحية للثابتين الشرفاء. هاشتاج ثورة تشرين. مصطفى الشمري غرد قائلا في ذكرى 5 نستذكر الشهداء والجرحى الذين سقطوا وهم باحثين عن وطن ولا نزالوا نبحث عنه، فتشرين فكرة والفكرة لا تموت. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين العظيمة ولكل العراقيين الذين استشهدوا دفاعا عن هذا الوطن. هاشتاج ثورة تشرين. سركون الثالث قال: ثورة تشرين العظيمة فضحت الذيول والعملاء وجعلتنا نميز القتلة والمنتفعين السفاحين الذين يرتمون تحت أقدام سادتهم ويذبحون الشعب لمصالحهم. ثورة تشرين رسالة لكل من تكالب على هذا الشعب وتآمر عليه وتعمد إيذاءه وأدلجته. إن غالبية العراقيين أحرار وانتماءهم لأرضهم أقوى من سلاحكم، ومهما طال الزمن سيعود العراق لأهله وسيكون مكانكم مزبلة التاريخ. رايا برزنجي قالت: تمر علينا اليوم الذكرى السنوية 5 لانطلاق ثورة تشرين وما زلنا نطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، قتلة المتظاهرين السلميين وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق. طبعا تحت هاشتاج ثورة تشرين. هذه هي كانت الأبرز التعليقات والتغريدات على موقع إكس حول ذكرى 5 لانطلاق ثورة تشرين. وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.